وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا علمنا كيف نعبدك ونشكرك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله تعالى سنزور بعض آيات من سورة العنكبوت. بناء الغاسلة بالعمل الصالح. نبدأ مثلا آية 7: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبشرنا أهل الصلاح، والذين أي بدون فتنة، والذين آمنوا، لابد الشرط الأول هو الإيمان، الذين يقلبوا شك، من واثق سوء يحسن يقوى، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما لناش إيمان وبعد عمل السيئات تجي خلق مثل ما راهو باقي وعيش كعود الشاح، وعيش تحت سلطان ابليس يعني حال في حال هذا. انا اما هذا يال ولا يال ولا ذنوب، لا يعني بالله، نسأل الله السلامة.